كما طالب السيسي في كلمته الحكومة بمضاعفة الجهود والتفاني في تقديم كل العون لعلماء مصر وشبابها المبدع، كما وجه بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين من الشباب، فضلا عن استحداث 4 جوائز جديدة للابتكار في الزراعة والغذاء والصحة والدواء والطاقة والمياه والصناعة. إن مصر وهي تكرم علماءها فإنها تقدم النموذج والقدوة لشباب الباحثين والمبتكرين، وتطالبهم بأن يدركوا أن الغد أشد بأسا من الأمس، وأن شعبهم ينظر إليهم نظرة أجلال وأمل للتفاعل مع أدوات العصر والتمكن منها وتطويعها لصناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن. ولذلك فإنني أطالب الحكومة بمضاعفة الجهود والتفاني في تقديم كل العون لعلماء مصر الأجلاء وشبابها المبدع. وفي هذا السياق فقد قررت بيالي: أولاً، قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشأ، يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني بجزء من موازنتهم المخصصة للمسؤولية المجتمعية. على أن يتولى هذا الصندوق أيضاً دعم إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة. ثانياً، قيام السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الجوائز التي تمنحها الدولة في المجالات كافة.